حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى، رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس. بعد التحية أستاذة دلال، برأيك ما هي أهم المكتسبات التي حققها تكريس مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك الله يحفظه أرست ورسخت هذا المبدأ الدستوري الأساسي اللي نحن نعتبر يعني تقوم عليه الأنظمة الديمقراطية وأهم مرتكز لدولة القانون. حقيقة من خلال عملنا في المجالات المعنية في السلطة التشريعية قمنا على بيان يعني طبعا وتحقيق التعاون والتكامل مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في إرساء هذا المبدأ والعمل فعلا على إرسائه، خاصة أن دستور مملكة البحرين قائم على الفصل المرن وليس المطلق، أخذا يعني بذلك الفقه القانوني الدستوري المعاصر. فوجدنا أن حتى في مسألة اللي متعلقة في كفالة مسألة سيادة القانون، كفالة حق التقاضي، المساواة أمام القانون، العدالة الاجتماعية والتنمية، كلها لم تكن تتحقق لو نكن نعمل فعلا وفق هذا المبدأ وهذا الغايات التي استهدفناها، خاصة أن جوهر هذا المبدأ هو عطاء كل سلطة سيادتها واستقلالها في مباشرة وظائفها واختصاصاتها. وجدنا أن أيضا عوائد هذا الالتزام من مملكة البحرين بالعمل بشكل تكامل وتعاون ما بين السلطات أثر لم يكن فقط على المستوى الوطني، بل أسهم أيضا في تقدم البحرين على المستوى الدولي وفق يعني المؤشرات العالمية وخاصة التقارير المعنية. فباستمرار عملنا على مسألة يعني من ناحية تشريعية ومراقبة عمل الحكومة، العمل على تحقيق برنامج عمل الحكومة بالتعاون مع السلطة التنفيذية التي من خلالها تقوم الحكومة من خلال الوزراء في إدارة تلك الشؤون والحرص على تنفيذ هذه التشريعات، السلطة القضائية باستقلالها تتولى مسألة إنفاذ والفصل في المنازعات من خلال المحاكم. فجاءت فعلا عمل متكامل، قوام عملنا تحقيق يعني طبعا مصالح الدولة وتيسير أمورها وفي ذات الوقت خدمة المواطنين والمقيمين. كل المكتسبات طبعا والإنجازات في مختلف متنوع من تلك التشريعات بلا شك لها عوائدها على تنمية الدولة، على الوضع الاجتماعي للمواطنين، تحسين مستوى المعيشة، خلق مجالات جديدة. فهذا يزيد ويرسي مزيد من الثقة ما بين المواطن والدولة في ذات الوقت. شكرا. نعم، سعادة الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى، رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس، شكرا جزيلا لك.